سنزاحم الإخوان ببعض الأسئلة الفضولية كما يقولون. طبعا نعرفكم بالإخوان المجاهد محمد طوق، المجاهد صادق تقي، والمجاهد حسين عطية. نبدأ معك أولا صادق، حبذا لو تشرح لنا كيف كانت وضعية الشهيد رضا الغسرة داخل السجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسية الشهيد القائد رضا الغسرة داخل السجن كانت دائما يعني معنوياته قوية وعالية، كان صبور يعني رغم التشديدات الأمنية اللي عليه والمضايقات اللي حصلها من الضباط ومن الشرطة، بعد ما قدروا يكسرون معنوياته وما قدروا يحطمون آماله. فأنا لما أشوف الشهيد القائد رضا الغسرة أخذ منه العزيمة والإصرار والقوة. أحسن محمد طوق، نحن دائما نعرف الشهيد رضا الغسرة بأنه الرجل الشجاع المقاوم، ونجهل كثيرا من الجوانب الأخرى في شخصية الشهيد رضا الغسرة. حبذا لو تعطينا فكرة عن الجوانب الأخرى التي تتعلق بالشهيد القائد رضا الغسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على أولادك المقتولين في كربلاء والمظلومين من أئمة أهل البيت، السلام على أصحاب الحسين، السلام على العقيلة زينب، السلام عليك يا أبا الفضل عباس، السلام عليكم أيها الأحبة. وما ظهر في الفترة الأخيرة يعني من العام إلى السنة، أنا أشوف أن الظاهر إلا بطولة الشهيد رضا. الشهيد رضا مدرسة، مو فقط محصور بين في البطولة. الشهيد رضا يعني أنا شخصيا قعدت فيها في السجن سنة وأربعة أشهر، ما أذكر مرت ليلة على الشهيد رضا الغسرة ما قام يصلي صلاة الليل. الشهيد رضا الغسرة من الأشخاص المعتمد عليهم داخل السجن وفي العنبر في تعليم القرآن في التجويد. الشهيد رضا في الجانب العقائدي طبعا معروف، وخاصة تعلقها بالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تعلقها بفاطمة الزهراء واضح، حتى أخير كلمة يعني يروون لنا الشباب أخير كلمة قبل استشهاده كان نداء يا زهراء، أخير كلمة قالها يا زهراء واستشهد، يعني فواجههم واستشهد. يعني الشهيد كانت عقيدته قوية وراسخة في أهل البيت، كان يوصينا ويوصي يعني يوصينا إحنا ويوصي الشباب الموجودين قراءة زيارة عاشوراء بشكل يومي. يعني كان يوصينا وهو يزورها. يعني الشهيد رضا على قولتنا لازم نظهر الشهيد رضا مو بس في الجانب البطولي، الجوانب الأخرى كعقيدة كتدين، هذا هو الشهيد رضا. سمعنا كذلك أن الشهيد رضا الغسرة كان شخصا شاعريا عاطفيا، كيف تصف لنا شاعرية وعاطفية الشهيد رضا الغسرة؟ الشهيد رضا الغسرة أنا أشوفه يمثل الآية التي تقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشهيد رضا الغسرة على الطاغية وعلى المحتل شديد، ومواقفه الكل يعرفها يعني، ولكن في الجانب الثاني مع أحبابه مع أصدقائه مع الشباب يعني حتى اللي ما عنده علاقة بهم هو أخو إليهم يكون. يعني أي شخص جديد كان يجيبونه مثلا السجن معتقل كان الشهيد رضا هو بنفسه يبادر إليه، محتاج شيء مو محتاج شيء، عندك ملابس ما عندك، كان يجي لنا روح اسألوه لأن ما عنده ملابس خلنا نعطيه. كان يعني مو بس البحريني، يعني أنا أذكر مثلا مرة جابوا أندونيسي كان الجو كلش بارد، في هاليوم نفسه الشهيد رضا كان مودينهم الكانتين. الشهيد رضا ماخذ كوت، الكوت ما لبسه، أعطاه هذا الأندنوس اللي جايبينه لأنه عشان إنه ما عنده ثياب فأعطاه إياه. يعني الشهيد رضا عاطفي لدرجة كبيرة، وخاصة عاطفته يعني بينت عند الشهيد السنقيس.
معروف ان الشهيد السنقيس اخو رضا، عندنا احنا اخو رضا الشهيد السنقيس في السجن. خب ابو حيدر، كما يبدو ان الشهيد رضا الغسرة كان شديدا جدا على جلاديه، فكيف كان يتعامل الشهيد مع جلاديه، وبالمقابل كيف كان الجلادون يتعامل مع الشهيد رضا الغسرة؟ السلام عليكم. كان يتعامل ويا الشرطة انه ما يخاف منهم، واي شيء اي شرطي يجي له يعني يراد يدواجد وما يخاف. كم مرة يعني الضباط يجون له يعني ولا يخاف منهم بعد، كان جريء يعني في المعاملة ويا الشرطة حتى ويا الضباط، واجد يخافون منه يعني يحاسبون له ألف حساب، أي شيء يسوي والله أي شيء يقولون له حاسبهم، أي حاسبونه ألف حساب يعني. خب صادق، كما يبدو أن الشهيد رضا الغسرة كان مشدد عليه أمنيا كثيرا داخل السجن، أنتم أثناء التخطيط إلى عملية سيوف الثأر كيف كنتم تتواصلون مع الشهيد رضا، خصوصا أنه سمعنا أن كل من يظهر مع الشهيد رضا الغسرة داخل السجن يتم استدعاءه والتحقيق معه، فكيف كان يتم التواصل معه؟ التواصل ويا الشهيد كان صعب واجد، يعني كنا لما أي أحد يشوفونه يتكلم ويا الشهيد على طول يستدعونه حق الإدارة يسألونه ليش واقف ويا الشهيد وش تتكلم ويا الشهيد، فكان تواصلنا وياه صعب. فاحنا لما نشوف الشهيد يعني اكثر شيء حتى لما الشهيد يدخل الحجره نقعد وياه داخل السرير، ويكون السرير مغطى كامل علشان ما حد شرطي يمر ولا احد يشوفنا نتكلم ويا الشهيد على طول يجيب الشك. واما اذا الشهيد كان داخل العزل، وهو الشهيد طبعا داخل العزل عليه تشديدات امنيه زياره يطلع بصنقل ولازم يكون وياه مرافق، والمحاكم ما يطلع ويا النزلاء، لازم يطلع في سيارة خاصة في المصفحة ويطلعون إياه قوات خاصة وهليكوبتر. ولما يكون داخل العزل احنا نكون نوقف إياه عند الباب على أساس ان احنا واقفين، وهو يتكلم إياه من وراء الباب على أساس ان ما حد يشوف ان احنا قاعد نتواصل يا شهيد. تواصلنا إياه كان شديد. أبو حيدر، محمد طوق ذكر أن الشهيد رضا الغسرة له علاقة وطيدة جدا بأهل البيت، فهل تذكر موقف من المواقف حصل مع الشهيد رضا الغسرة يبين هذه العلاقة المتينة؟ اي كان يوم عاشر كان ركضة طويريج عندنا في العنبر، كانوا بيطلعونا في المناسبات ساعات في العنبر ورقة ضابط تروح للش اسمه يكتبونها حق يطلعونا لنا في هوف العزل يطلعونا لنا برا. كان في موقف انه طالعين ركضة طويريج في الفنس واحنا نركض، اتذكر ان الشرطي كان يصور ويا بعد كم شرطي ظهر فلافة تقريبا وهو يصور واحنا نركض، لما رضا شاف الشرطي يصور سيده راح له يركض دزه وصك عليه الباب، يعني موقف يعني واجد خلانا نشجع ان نسوي اي شيء نشوفه انه احسن. محمد طوق، كيف كانت علاقه الشهيد رضا الغسرة بالشهداء وخصوصا بالشهيد آية الله النمر؟ الشهيد رضا هي العلاقة مو بس بشهداء البحرين، هذه العلاقة مرتبطة بشهيد الطف الإمام الحسين، هذه العلاقة مع الشهادة والشهداء أخذها من يوم عاشوراء من واقعة الطف. شهيد رضا كان يعني يحمل مبادئ الشهداء، كان أنا أكثر شخص كنت أشوفه يتأثر لأن نسمع خبر شهيد إن كان في البحرين أو إن كان في الحجاز، على بالعموم أي شهيد يسقط في محور المقاومة في العالم شهيد رضا كان يتأثر. شهيد رضا ما تحدى الحدود، هو يحسب حاله من محور المقاومة في العالم وليس في البحرين امتدادا للرسالية، ف يعني كان على قولتنا يحمل مبادئ الشهداء. وعنده خاصية ويا الشهيد النمر، يعني يوم اللي كنا مجودين يوم اعدام الشهيد النمر، الشهيد رضا تأثر، انا اول مرة اشوف كنت الشهيد منكسر يعني لهالدرجة، يعني ما شفته مبتسم
بهاليوم كلش ما شفته مبتسم، بس ارتاح. يومين ثلاثة كان يتوعد إن لازم إحنا نسوي شيء نثار إلى الشهيد النمر، وما يكون أي شيء، تكون عملية تهز أركانهم، مو بس آل خليفة، من ضمنهم آل سعود. الله ينعم. خب، لماذا أنتم من ضمن 4000 معتقل فقط 10 منكم فروا من السجن؟ يعني لماذا أنتم استثنيتم من هؤلاء 4000 وفكرتم في الهروب في السجن من السجن؟ فكرة الهروب من السجن أنا ما أقول يعني إن هي لأشخاصنا، إن إحنا نبي نطلع من السجن للحرية حق شخصنا، لا. أي شخص رسالي يحمل مبادئ، يحمل منهج، الشخص الرسالي والمقاوم والمجاهد في أي ظروف كانت، إن كانت داخل السجن أو برا، يحاول يعني مثلا في السجن هو يجود، يقيد جسمك، ما يقيد عقلك مبادئ. فإحنا كنا نحاول من داخل السجن بقيادة رضا الغسرة إن نعمل عملية وإحنا داخل السجن، نثبت إليهم إن المجاهدين أو المجاهدين واللي يحملون هذا الفكر المقاوم، حتى لو قيدتونهم ما بتغيرون فكرهم. فكنا نحاول يعني، وحاولنا والحمد لله الله وفقنا إن سوينا هذه العملية، مو لأجل نحن، إلى أجل الفكر المقاوم، إلى أجل أخذ الثار إلى الشيخ الشهداء شهيد النمر، إلى تعزيز روح المقاومة في الشباب الثوري في البحرين، رفع معنوياتهم. هذه كانت مبادئنا يعني، والحمد لله الله يسر. الحمد لله. صادق، أثناء التخطيط إلى العملية هل هناك عقبات ظهرت وأعاقت العملية أدت إلى إلغائها، تأجيلها، تغيير في الخطة؟ كان في عقبات واجد. كان أول عقبة عندنا منشار الحديد، يعني كان ما في منشار حديد عشان احنا نقص الحديد اللي بنطلع منه من الحجرة اللي احنا فيها. يعني عقب ما هربنا المنشار، بس طبعا المنشار يمكن هذا حجمه، والحديد بنقص حديد صاب، يعني يمكن اللي دش سجن جاو يعرف الفنس اللي فوق مو جدار، حديد صاب، يعني 3 شهور وشو احنا نقص في الحديد. ولما انكسرت المنشار، يعني صار ما عندنا منشار احنا نكمل فيها عشان نقص الحديد كامل. بعدين قدرنا نجيب منشار ثاني، ووصلنا يعني نقص بحذر، يعني كان توصية الشير رضا الغسرة ان المنشار ما تنكسر. ففي تاريخ 28/12 العقبة الكبيرة يعني وهي الاخطر، ان جت مرة واحدة الحكومة، يعني جو الساعة 12 الظهر 1 الظهر يركبون كاميرات فوق المبنى اللي احنا فيه، والكاميرا الأخصية اللي كانت هي اللي بتعيقنا فوق حجرتنا بالضبط اللي احنا بنطلع منها، وهم ركبوا الكاميرا وشغلوا الكاميرا على طول. حتى احنا بعد ما تكلمنا يا الشهيد قلنا له هل نعتبر يعني ان الله يعطينا إشارة ان احنا نهون عن العملية او وش يعني، ما نبي نعرف. بس الشهيد رضا الغسرة يعني احنا يعني كل ما نعرف شهير رضا الغسرة قيادة، احنا تبعنا شهير رضا الغسرة، احنا نؤمن بالله وبأهل البيت، ونشوف شهير رضا الغسرة عنده اكثر من تجربة. فرضا الغسرة قال انه ما في شيء بيمنع العملية بتكون هالتاريخ وبتكون هالوقت وبنطلع. فاحنا وصلنا نحط برنص على الحديد ونواصل، قعدنا كذي 5 دقائق نشوف هل ان الكاميرا ينتبهون لنا، اذا ما انتبهوا لنا يعني بنطلع. الحمد لله الله يسرها وتوفق. الحمد لله. أبو حيدر، أثناء تنفيذ العملية وأثناء خروجكم من الغرفة إلى بوابة السجن، أنت كيف كنت تنظر إلى الشهيد رضا الغسرة؟ كنت أنظر له كقائد ميداني ما يخاف، يعني أي حركة بيسويها نطالعه، وبعدين هو يقول لنا تعال وراي، أنت وقف مني، أنت سوي كذي. كان متواصل يا الأشخاص اللي جوا لنا من برا بالتلفون، يعني قائد ميداني وإيش أقول يعني، بدرجة أولى يعني. صادق، بعد تنفيذ العملية
وبعد خروجكم من منطقة سجن جو. بعد تنفيذ العملية وبعد الخروج من منطقة سجن جو، كيف كانت نفسية الشهيد رضا الغسرى بعد العملية؟ عقب ما طلعنا من سجن جو، لأول نقطة وصلنا فيها طبعا كلنا في حالة ارتباك، يعني احنا الحين في مرحلة الخطر، يعني حتى لو وصلنا على قولة المناطق البحرانية بس الحين احنا في وضع خطر، يعني يمكن نصرتنا الكاميرا ويمكن نصروا السيارة. احنا لما دخلنا اول بيت احنا ظلينا مستعدين، يعني ظلينا مستعدين كامل يدنا على الزنار، يعني يمكن ننتظر اي وقت البيت يتداهم، والكل يعرف ان لو البيت يتداهم يعني هم ما بيجون ياخذونا بدنبار يعني. فاحنا كنا ناخذ توصية الشهيد رضا الغسرى ان احنا من قبل لا نهرب، قبل لا نتحرر من السجن، يقول ان احنا السجن ما نرجع، بنقاوم لاخر نفس. فلما دخلنا المنزل واحنا قعدنا يعني بربكة، الشهيد اول ما وصل دخل تمسح فرش السجادة وقام يصلي بكل طمأنية، يعني وهو كان متفائل من قبل العملية. ولما طلعنا، سؤال خاص ابو حيدر، لماذا الشهيد رضا الغسرى لم يكن اول الخارجين من البحرين؟ رضا الغسرى كان اول ما وصلنا البيت، يعني عقب كم بيت بعد عقب ما طلعنا بعد جاء خبر ان احنا لازم نطلع، وكان هو لازم يطلع اول واحد، قالوا لانه كان مستهدفين الحكومه، لازم اذا صادوا بقتلونا، يعني انه وصل لخبر كذي. هو قال لنا بعد صادوني بقتلونا، الضباط واجد كم مره هرب، وقالوا لي اذا صدناك مره ثانيه هارب انت خلاص لازم نقتلك، جاي امر عندنا من فوق انه لازم نقتلك يعني. فقالوا لي لازم تطلع، فقال لا اول اطلع اللي وياي اللي جو، لنا الاشخاص اللي جو حررونا من برا لازم هم اول امن ليهم يطلعون، ثاني انا اطلع، انا ما بطلع الا اول هم يطلعون. شريهم محمد طوق، من هو الشهيد محمود يحيى؟ الشهيد محمود يحيى اللي تجهل الناس تقريبا، اكثر شعب البحرين للحين ما عرفه من هو الشهيد محمود يحيى. الشهيد محمود يحيى مثل ابطل اللي قولتنا اروع عن انواع البطوله. الشهيد محمود يحيى، الشهيد محمود يحيى فدائي بحق الكلمه، يعني يمكن الشباب اللي جو عندنا سجن جو كان اكثر من شخص، الى واحد طاح الفاني سنده كان في سناد اليه، لكن الشهيد محمود يحيى راح بروحه، راح ما سوى ساتر، راح هو الساتر امام نقطه الجيش حامل سلاح الايمان وسلاحه، واقف امام نقطه الجيش تقريبا 500 متر في وجههم، حق الين طلعنا احنا من السجن وصارت ضرب جرس الانذار من تتحرك نقطه الجيش عشان يسكرون علينا الشارع، لان احنا في الشارع طلعتنا لازم نمر على هذا الشارع على هذا الخط، فاحتمال توصلهم برقيه يطلع نقطه الجيش يسكرون الشارع بعد ما عندنا مفر. فكان الشهيد محمود يحيى راح وقف امام نقطه الجيش 500 متر، بركن السياره ووقف، ان في حال تقدم الجيش هو بيكون ساتر بيقاومهم عشان احنا نطوف. يعني الشهيد محمود انا اعتبره ما شفت نفسه في الفداء، يعني الشهيد محمود يحيى ثاني، يعني الشهيد محمود يحيى في شهادته، الشهادة نفسها هو ما استشهد برصاص الشهيد محمود، واستشهد في نفس اليوم اللي استشهد فيه رضا الغسرى، لكن طريقة استشهاده طريقة بطولية، ما أنا ما أقول أنه يختلف عن رضا الغسرى في البطولة والجرأة والإثارة وحب الإيثار، يعني هو كان في الطراد نفسه، كان في على قولتنا الكابينة مالت الطراد، فصارت الملاحقة صار الرمي، هو ما يدري أنه صار رمي، ما يدرون كانوا ولا في الكباين نفسه، فمنو اللي بطل الكابينة عليه عقب ما استشهد رضا، عقب ما استشهد ربان سفينة النجاة على قولتنا الشهيد محمود مصطفى، ف
شهيد مصطفى عفوا، فطلع بطلوا له قوات الخاصة هم اللي بطلوا على محمود. محمود من طلع شاف الدم، شاف الشهيد رضا الغسرة مطروح مستشهد يعني رصاص وهذا، فهو ما تحمل محمود يعني جرأته هذه اللي في هذا الموقف، انه يسحب سكين من كيس عنده سكين يسحبها ويقاومهم بسكين، هو قتلوه بسكين طعنوه في رقبته هني في عنقه يعني واستشهد. هذا محمود يحيى. احسنت. خب ابو حيدر، بماذا تعاهد الشهيد رضا الغسرة؟ أعاهد رضا الغسرة مواصلة النهج اللي هو كان استشهد عليه، إلى الأبد يعني. إن شاء الله. صادق، بماذا تعاهد الشهيد رضا الغسرة؟ أعاهد الشهيد رضا الغسرة وجميع الشهداء نكون على نفس الدرب، درب الشهادة ودرب التضحية إن شاء الله حتى النصر. محمد طوق، ماذا تعاهد الشهيد رضا الغسرة؟ سأبقى مقاوم مجاهد رسالي إلى الممات. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.